وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب. بعد التحية سعادة نائب الرئيس، هل توضح لنا أبرز ما جاء في اجتماع النواب والشورى مع الحكومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية أشكر لكم هذه الاستضافة ومسيك عليكم بالخير وعلى كل المشاهدين الكرام. طبعا اليوم حضرنا احنا اليوم لقاء تشاوري تنسيقي عن بعد بين الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية بغرفتين متمثلة بهيئة المكتبين النواب والشورى. حضر من الجانب الحكومي أصحاب المعالي والسعادة وزير المالية وزير شؤون المجلسين وزير العمل وزير التجارة والصناعة والوفد المرافق. طبعا خصص هذا الاجتماع التنسيقي التشاوري لبحث المستجدات الأخيرة والأوضاع الاقتصادية في ضوء تنفيذ الحزمة المالية والاقتصادية التي أعلن عنها مسبقا، والحزمة اللي كانت 4.3 مليار دينار بحريني. بداية كان هناك شرح مفصل من معالي وزير المالية بين فيه الخط الزمني لأبرز التطورات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، وبين فيها السلسلة من ناحية تعليق الطيران، إغلاق المحلات وفتحهم مرة أخرى وما شابه ذلك اللي فعلا كانت في الفترة الأخيرة. تبين حقيقة السيولة اللي ضخت في الأسواق المحلية للمحافظة على الاقتصاد في البحرين، والحزمة المالية والتكفل برواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص لمدة 3 شهور، واستفاد منها حوالي 11 ألف شركة و90 ألف موظف بحريني. نعم. إضافة إلى تكفلة الحكومة الموقرة بدفع فواتير الكهرباء والماء للمشتركين، وكان فيها حوالي 380 ألف حساب. كذلك دفع رسوم البلدية لمدة 3 شهور. تبين لنا حقيقة الإعفاء من دفع إيجار الأراضي الصناعية الحكومية لمدة 3 شهور كذلك، وإعفاء المنشآت المرافق السياحية ومضاعفة حجم السيولة، والحزمة من قرضات من مصرف البحرين المركزي لرفق الرد الاقتراض للبنوك. طبعا هناك عادة توجيه جميع برامج صندوق العمل التمكين اللي استفاد منها حوالي 13 ألف شركة و900 فرد. طبعا الحزمة هذه شكلت من حجم اقتصاد البحرين أكثر من 32%. تبين هناك الآثار الاقتصادية المترتبة والقطاعات اللي تأثرت مثل الصادرات الدولية والواردات الدولية، ولكن كانت هناك قرارات حازمة حقيقة وتوجيهات ملكية سامية للتصدي لفيروس كورونا. وحقيقة في هذه العجالة أنا أشيد بفريق البحرين برئاسة سمو ولي العهد، ويعني الكفاءة والاقتدار من فريق البحرين اللي فعلا خلانا في مصاف الدول المتقدمة اللي الحمد لله قدرنا ان احنا نسيطر على الفيروس. نعم. تبين لنا حقيقة يعني القطاعات الاكثر تأثر بهذه الفيروس اللي هو قطاع الفنادق ومكاتب السفريات المطاعم دور السينما والصالات الرياضية. احنا اكدنا على ضرورة استمرار الحزمة بما ان الظروف ما زالت موجودة اللي دعت لها الحزمة وقامت عليها الحزمة. تطرقنا حقيقة تطرق اصحاب السعادة النواب والشورى لكثير من هموم وشؤون وشجون الاقتصاد والمواطن البحريني. نعم. وما يصب في 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 هذا الامر، والحكومة حقيقة مشكورة وجهودها مقدرة فيما يعني فعلت. وننتظر الآن يعني أخيرا نحن ننتظر لقاء آخر لمعرفة النتائج اللي أسفرت عنها، وإحنا داعمين لجهود الحكومة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. نعم نعم، بكل تأكيد الجهود مقدرة ومشكورة بالتعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. سعادة السيد علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات.